لماذا ندرس التوحيد؟ رورين ويشا توحيد تمي ندرس التوحيد لأن التوحيد هو حق الله سبحانه وتعالى على العباد على جميع الخلق. رورين ويشا توحيد كفروا ويشا توحيد نن بن ستي خوان الله تي باو بني هاي كفر أون خلقنا لنوحد الله سبحانه وتعالى. روتوب سان كن ما فيتي جا هاي عبادة تفرأون في أنفو ديو لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عبادة إلا بالتوحيد الله جمع صنع رب عبادة خوان فو داي يوك وين وا فو نان جا تو مي توحيد لا يدخل الجنة إلا موحد جمع مي كاي خاو سوان يوك وين فو تي مي توحيد تو نان ثم قد يسألك سائل يقول لك هل أنت موحد أجا مي كون تاوا تان كو فو تي مي توحيد شاي مي تقول نعم أنا موحد شاي شان كو فو تي مي توحيد يقول بين لي هذا التوحيد اشرح لي هذا التوحيد خوكو جاك لاوا تانغان كو جون اتبا هيك بشان تي توحيد كو اري إذا عرفت التوحيد فأنت موحد وإذا لم تعرف التوحيد نقول هذا كذب عندما تقول أنا موحد تهاكوا تان رو جاك توحيد كو اري تان كو فو تي مي توحيد แต่ถ้าหากว่าท่านคือเป็นคนที่ไม่รู้จักเตาฮีตก็เท่ากับว่าท่านก็ไม่รู้จักเตาฮีตเหมือนกันซุมมะกัดยัสอะลักซาอ์ยะกูลฮัลอันตะมุชริกบางทีก็อาจจะมีคนถามท่านว่าท่านเป็นผู้ตั้งภาคีมั้ยตะกูลอะอูซุบิลลาห์อะนาลัสตุมุชริกอะนามุวะฮิดท่านก็จงตอบว่าขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ฉันคือผู้มีเตาฮีตฉันไม่ใช่ผู้ตั้งภาคีฟะยะกูลลักมะฮาซาอัชชิริกัลลซีฮัรรอมุลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะลัยกและเขาก็จะถามว่าอะไรคือชิชริกที่อัลลอฮ์ทรงห้ามพวกเราไว้ إذا كنت لا تعرف الشرك نقول لعلك واقع في الشرك الأكبر وأنت لا تدري ถ้าว่าท่านไม่รู้จักว่าชิริกคืออะไรบางทีท่านก็อาจจะตกไปอยู่ในหมู่ผู้ทำชิริกโดยที่ท่านก็ไม่รู้